بكم محبي الفن والفنانه في حلقه جديده من ريفيرونس نيوز، وكيف ما عودناكم اخبارنا متنوعه. يلا بينا نبداو حلقتنا. حلقتنا اليوم غادي نبداوها مع ملكه الاحساس الفنانه اليسا، اللي كشفت مؤخرا لجمهورها عن اصابتها بمرض سرطان الثدي من خلال اغنيتها الى كل اللي بيحبوني، اللي حكت في فيديو كليب ديالها قصه معاناتها مع المرض وكيفاش قدرت تغلب عليه، ووجهت رساله مهمه لكل نساء كتحثهم على الكشف المبكر وما يفقدوش الامل. وبهذه المناسبه السعيده احتفلت اليسا مع جمهورها في مهرجان اعياد بيروت. وفي هذه الفترة انتشرت أخبار عن إصابة مريم فارس بمرض خطير كان سبب في إلغائها التزاماتها الفنية وغيابها على الأضواء. وبعد الغياب الطويل لمريم فارس نشرت أخيرا تصريح على حسابها في الانستغرام كتأكد فيه بأنها مريضة لكن ما حددتش طبيعة المرض. جمهور وأصدقاء الفنانة مريم فارس ساندوها وتمنوا لها الشفاء العاجل. ونمشيو لمهرجان قرطاج الدولي اللي عرف مشاركة فنان الراب الفرنسي من أصل جزائري لارجيرينو، اللي عرف حضور جمهور غفير اللي تجاوب مع أغانيه رقصا وغناء، أغاني الراي وكذلك أغانيه الجديدة والقديمة. وانتقلوا للخبر اللي ترجج في الساحة الفنية بسبب تخلي حالة شيحة على الحجاب وعودتها للفن بعد اعتزال دام 12 عام. هذا الخبر عرف مؤيدين ومعارضين، إلا أن الفنانة حالة شيحة أكدت أن المسألة شخصية. حب الفن وحب التمثيل دفع الفنان المغربي محمد القريني باش يدخل في عالم التمثيل من خلال أول تجربة ليه فيلم كلمة حب. والآن خليكم مع خريطة أفلام عيد الأضحى. موسم الصيف المنافسة قوية بين النجوم في صراع الألبومات، نخليكم مع الحصاد الغنائي. بقول لك ايه، اسمع كلامي وركز فيه، انت خدت اجمل ملاك ومش هوصيك عليها. بالحب الكلمة مش إلي الكلمة، كلمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالحب الكلمة مش إلي الكلمة، كلمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. إلى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني. هكذا غادي نكونوا سالينا حلقتنا اليوم، ما تنساوش تواصلوا معنا، تشجيعاتكم كتهمنا وكذلك انتقاداتكم. خليكم مع كويك نيوز، شكرا على المتابعه وتسناونا الاسبوع الجاي.